حلقتنا النهاردة هتكون حلقة مهمة جداً لأن فيها حوار الحقيقة أنه برضو مهم جداً وكتير من حضراتكم منتظرينه من وقت طويل. ولكن قبل ما أقول لكم مين ضيفتي النهاردة، خلوني أفكركم بجائزتنا الفورية اللي قيمتها 5000 جنيه لكل مشاهد يتصل بالأرقام اللي هتظهر على الشاشة، يدخل معايا على الهواء ويقول كلمة السر ألو كلام الناس من غير مسابقات من غير أسئلة، مجرد ما تتصل بالأرقام الظاهرة قدامك على الشاشة تدخل على الهواء تقول ألو كلام الناس ام بي سي مصر هتكسبك 5000 جنيه. مستنية تليفوناتكم واتصالاتكم عشان تكسبوا 5000 جنيه. معانا مين النهاردة؟ ضيفتي النهاردة هي الإعلامية فاتن موسى اللي أثارت الجدل من فترة كبيرة، وده أول ظهور تلفزيوني ليها بعد انفصالها عن النجم مصطفى فهمي. هترد معانا لأول مرة عن أمور كتير جدا أثيرت خلال الفترة الأخيرة، هنعرف منها كتير من التفاصيل اللي ما كانتش معروفة قبل كده، وكل الإجابة هتكون عن حضراتكم. إحنا هنسأل وفاتن موسى هتجاوب ونعرف الحقيقة من الطرف الآخر.